رفعت الراية، اندفعت إذا سيداتي سيدتي جياد وأفراس الأربع إلى خمس سنوات الباحثة عن انتصارها الأول من خلال تحدي الميل مسافة 1600 متر اندفاع لنجم الصامل من السياج برفقة بشير العناية، برفقة عادل الفريدي أيضا، مطاردة لتولسا في المركز الثالث. وهنا نتابع تقدم بشير العناية بطول وربع الطول، مطاردة تولسا للمركز الثاني وقدوم باهظ للمركز الثالث مع محاولة نجم الصامل للعودة للمركز الرابع. مرودن يأتي من الخارج في المرتبة الرابعة بهذه الصورة. نتابع طول ربع ما بين هذه الأسماء. هنا بشير العناية في ربع طول تقريبا أو بطول كامل الآن بمطاردة من باهظ في المرتبة الثانية، وتولسا أيضا مع مرودن مع قدوم لسجاع، أيضا احتفاظ لطنطاوي القدوم مع أحمدي أيضا. هنا 600، هنا قدوم رمز القصيم، هنا سيداتي سادتي باهظ يتقدم بهذه الصورة برفقة أليكسيس مورينو والذي لا زال محتفظا به الآن إلى 400 متر الفاصل. هنا مراحل الحاسم، هنا باهظ، هنا اندفاع، هنا عادل فريدي يستحث ايضا بشير العناية. المطارد احمد ياتي الى المرتبة الثالثة برفقة سجا ايضا المرتبة الرابعة. نتابع هنا قدوم ايضا لمن ياتي ايضا في المركز الخامس، محاولات لقدوم بقية الاسماء فيما هنا الصدارة بهذه الصورة لباهظ الذي يوسع الفارق الى الصدارة الى الانتصار الاول في سجل السباقي. الف المبروك لتركي عبد العزيز مع الاستهلي. مالكا هشام عبد الواحد مدربا للقيادة لأليكسيس مورينو. اذا باهظ ينتزع اولى انتصاراته مع مشاركة الرسمية الرابعة بمنشاب بهذه الصورة في عمر الاربع